اهتمامات الصحفي العربية نستهلها من مصر، حيث كتبت الشرق الأوسط أن التعنت الإيتيوبي يعني الاقتراب أكثر من الحرب، خصوصا بعد إشعار وزارة الري الإيتيوبية لنظيرتها المصرية بالشروع في الملء الثاني للسد، ما يعني دفع مصر والسودان لاتخاذ قرارات صعبة. واستبعدت الصحيفة أن يصدر مجلس الأمن في جلسته حول السد قرارات مهمة. وفي الأردن كتبت صحيفة الدستور في مقال رأي أن مسلسل النكسات العربي متواصل، وربما لن يكون آخرها سد النهضة الذي سيتضرر منه أكثر من 150 مليون عربي. وقال صاحب المقال إن من يظن أن مصر والسودان وحدهما سيتضرران منه فهو مخطئ، فالسد نكسة جديدة للأمة العربية ونهضة لإثيوبيا وحلفائها في القرن الإفريقي. وفي قطر كتبت صحيفة الشرق أن مطلق بن ماجد القحطاني المبعوث الخاص لوزير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات القطري زار أفغانستان، حيث تباحث مع المسؤولين آخر التطورات ومفاوضات السلام الجارية في الدوحة. وأشارت الصحيفة إلى أن حركة طالبان أعلنت أنها تعتزم تقديم مقترح سلام مكتوب إلى الحكومة الأفغانية الشهر المقبل. وفي الإمارات أشارت صحيفة الخليج إلى أن حملة التطعيم ضد كورونا تتسارع دوليا في مواجهة التهديد الذي تمثله المتحورة دلتا التي تفاقم مأساة الكثير من الدول. وأوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة بدأت أمس بإرسال 20 مليون جرعة من اللقاحات إلى الفيتنام،